وزارة التموين بتقول بقى للمشاهدين والمواطنين وكل الناس تبتدي تخش على دعم مصر على صفحاتها على الصفحات الإلكترونية الخاصة بوزارة التموين. وزارة التموين تعالوا نقول الخبر بتاعها. وزارة التموين والتجارة الداخلية جددت النهاردة منشر المواطنين بتجدد تاني وبتقول من أصحاب بطاقات التموين بالدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول الخاص به وذلك لخدمة المستفيدين من منظومة الدعم، حيث يتيح هذا الرقم تمكين الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع. موقع دعم مصر يواصل حاليا تلقي طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون. يعني الفايدة المهمة عايز أقول لحضراتكم إن وزارة التموين والتجارة الداخلية عايزة تتواصل مع حضراتكم عن طريق الأرقام التليفونية. حضرتك هتخش على موقع دعم مصر وهتكتب تليفونك وتبتدي تتبع الارشادات اللي بتقول عليها وزاره التموين والتجاره الداخليه، لان منظومه الخبز والسلع التموينيه كان فيها بعض المشاكل عشناها الايام اللي فاتت. ان شاء الله هتكون كويسه باذن الله وهتنتظم مع موقع دعم مصر. ادخلوا من دلوقتي حالا، ابتدوا اقروا التعليمات والارشادات وكملوا على موقع دعم مصر عشان تستفيدوا كامل مستحقاتكم من السلع التموينيه.